التحليلية من الميادين، دعوات للخروج إلى الشارع في ليبيا بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة. ما هو مبرر التصعيد في ليبيا بما يخالف توجهات في الإقليم للحوار والتلاقي؟ إيران تؤكد أن العقوبات الأمريكية جريمة منظمة وتدعو لرفعها كاملة كنتيجة للمفاوضات. هل تلتزم إدارة بايدن وتفي بتعهداتها حول الاتفاق النووي؟ الإدارة الذاتية الكردية تفرض منهاجا تعليميا شرق الفرات يهدد مستقبل أجيال بأكملها. منهاج مؤدلج يمس بالهوية الوطنية الجامعة للسوريين وتغيب عنه الأسس العلمية. وفي قضية اليوم، فلسطين في العراق خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين. علماء دين فلسطينيون يدعون لزوال إسرائيل من كربلاء. مرحبا بكم. سيسقط البرلمان الليبي بعد موافقته على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، والقول لرئيسها عبد الحميد دبيبة الذي دعا الليبيين إلى الخروج والتعبير عن رأيهم من دون خوف، مؤكدا دعمه إجراء الانتخابات ورفضه للانقسام. فما خلفية هذه الأزمة الجديدة في ليبيا؟ محمد بو عبد الله.